من أجل بعث الحركة المسرحية بولاية الأغواط والولايات المجاورة من خلال احتضان ومرافقة الطاقات الناشئة واسترجاع الأمجاد العريقة للفن الرابع الذي كانت تشتهر به المنطقة وبرزت فيه في الخمسينيات، يطالب المسرحيون وزارة الثقافة بفتح المسرح الجهوي. اليوم رانا جالسين أمام الصرح الكبير، الصرح مسرح الأغواط اللي مازال ما فتحش لحد هذه الساعة. احنا رانا في أسبوعين أو ثلاثة أسابيع رانا على التوالي مع الفنانين، رانا ديما ناجدوا السلطات المعنية أو الوزارية السيدة الوزيرة بفتح هذا الصرح الكبير. وما يخفاكش السيدة الوزيرة أنه هذا الصرح الكبير ما جاش من العدم، جاء من توافد أجيال وأجيال صنعت الحركة المسرحية في ولاية الأغواط. نناشد السلطات المعنية والوزيرة أن تفتح هذا المسرح، ولما لا يكون يوم 27 مارس اليوم العالمي للمسرح. عرفت ولاية الأغواط في الآونة الأخيرة طاقات من الشباب الموهوبين الذين أبدعوا على خشبة المسرح بما أهلهم لحجز مكانة مرموقة في مختلف التظاهرات المحلية والوطنية وحتى الدولية. وأكد مدير ثقافة بالأغواط بأن المسرح جاهز وسوف يفتح عن قريب. إن شاء الله يكون فتح في المسرح الجهوي في الأجل القريبة، دراسة الملف على مستوى الوزارة الأولى والوزارة المالية لإنشاء هذا القرار، وتكون فيه ميزانية خاصة إن شاء الله، وتكون فيها توظيف خاص إن شاء الله لهذا الفنانين المسرحيين لولاية الأغواط. مطلبهم الوحيد فتح المسرح الجهوي بمناسبة 27 مارس اليوم العالمي للمسرح.